طبعا اليوم درنا محاضره بعنوان توعيه دائمه لخدمات امنه، بمعنى نحن لازم الناس تكون عندها توعيه باش تقدم خدمه امنه. ما فيهاش زي ما تعرف بلادنا مسكره من شهر 2 او شهر 3 اللي فات، هلبة مجالات ما تخدمش، هلبة مجالات مسكره، والعالم كله بدا يعيش مع هذه الجائحه، ولازم حتى احنا نخشوا في نفس السلسله هذه ونتعايشوا معها. حاولنا اليوم في محاضرتنا ان احنا انواع وشرايح المجتمع، من بينهم ائمه المساجد، من بينهم طبعا المصارف ودار المصارف، من بينهم المقاهي والحلاقين ومراكز التجميل، المدارس، كل الناس اللي تحتك بالناس او وتحتك احنا نقولوا بالمجتمع. حاولنا ان احنا نعطوهم محاضرات توعويه. محاضرتنا قسمت الى قسمين، جزء منها اهميه الحاجات الاساسيه زي الكمامه وغسيل اليدين وعلاش هي مهمه وكيف ينتقل الفيروس هذا، الجزء الثاني كانت الاجراءات اللي لازم يطبقوها في كل مؤسسه او في كل مجال، اجراءات المساجد كيف تكون المساجد، اجراءات اللي احنا نقول المدارس كيف تكون، المقاهي كيف تكون. وحاولنا ان شاء الله تكون يعني المحاضره خفيفه وغطت يعني الاساسيات اللي المفروض يلتزم بها كل شرائح، يعني كل شرائح المجتمع.